السلام عليكم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين عبر قناة الرافدين الفضائية في يوم الأرض الفلسطيني الذي يجعل الأرض تتكلم بالعربية الفصحى وتقول أن هذه الأرض هي للفلسطينيين جيلا بعد جيل، ولا يمكن أن تصبح لأحد غير الفلسطينيين الذين ضحوا من أجلها وما زالوا منذ أربعة عقود، ما يزيد عن أربعة عقود، يعني يعيدون ذكرى هذا اليوم المبارك، يوم الأرض الذي ارتقى فيه عشرات الشهداء والجرحى في مناطقنا المحتلة عام 48. اليوم لهذه الذكرى خصوصية في الحقيقة، وهذه الخصوصية تكمن في أن الشعب الفلسطيني قاد فصائله وتنظيماته إلى مسيرات كبيرة أسماها مسيرات العودة الكبرى إلى أرض فلسطين المحتلة، وأخذت أشكالا من القوافل والطوفان البشري الذي سنشاهده الآن تباعا من قطاع غزة وأيضا في مناطق أخرى كالقدس ومناطق 48 وفي الضفة الغربية المحتلة. اليوم هو يوم فلسطيني بامتياز، يتحدث فيه الشعب الفلسطيني بلسان واحد وبوحدة وطنية واضحة أن هذه الأرض لنا وعلينا أن نعود إليها بشكل عاجل. ولم يعد الشعب الفلسطيني كما تعرفون يستوعب أن يبقى مشتتا ولاجئا في أصقاع الأرض بعد كل هذا العمر الطويل، سبعة عقود سوداء، سبعة عقود من الأسى والهجران والحرمان من الأرض المباركة قضوها خارج فلسطين المحتلة، وأربعة عقود مرت على ذكرى يوم الأرض الذي كان في 30 من آذار مارس لعام 1976. هذه التغطية تتواصل إذن من قطاع غزة ومن الضفة الغربية المحتلة ومن القدس ومن مناطقنا المحتلة عام 48 في شكل يعكس إرادة الشعب الفلسطيني ويعكس أمله بالعودة القريبة التي ستصنعها الأجيال الفلسطينية التي ولدت ولم تنسى. كان الرهان على أن الأجيال القادمة ستنسى أرضها، لكن الأجيال القادمة أفشلت هذا الرهان الذي قاله قادة صهاينة كبار، ظنوا أن مسألة الفلسطين ارتباطه بأرضه مسألة وقت ستنتهي مع انتهاء الجيل الذي هجر آنذاك. على أي حال، للنقاش في هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الأستوديو الأستاذ زكريا نجيب المختص في الشأن المقدسي، وكذلك الأستاذ موسى عكاري الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما ضيفي الكريمين معنا في هذه التغطية. دعونا نشاهد هذا التقرير ثم نعود للنقاش والتحليل، فابقوا معنا. 42 عاما مرت على الذكرى، ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، ومنذ ذلك الحين والشعب الفلسطيني باق على عهده منذ عام 1976 حين رويت الأرض الفلسطينية المحتلة بدماء شبابها ونسائها دفاعا عنها، وما زال هذا الدم يتدفق إلى اليوم يروي ما تبقى منها. جذور يوم الأرض تعود ليوم 30 من آذار من عام 76 من القرن الماضي، حين أصدرت حكومة الاحتلال في ذلك الوقت قرارا بمصادرة نحو 20,000 دونم من أراضي قرى عرابة وسخنين ودير حنة وعرب السواعد وغيرها من القرى في منطقة الجليل المحتل، لتخصيصها لمزيد من التجمعات اليهودية تحت غطاء مرسوم جديد أطلق عليه اسم مشروع تطوير الجليل، والذي كان في جوهره الأساسي هو تهويد الجليل. لكن الفلسطينيين أجهضوا ذلك المشروع بهبة يوم الأرض سلاحهم فيها الحجارة والمولوتوف، في هبة اتخذت شكل إضراب شامل ومظاهرات شعبية عارمة أعملت خلالها قوات الاحتلال قتلا وإرهابا للفلسطينيين، حيث فتحت النار على المتظاهرين وقتلت ستة منهم إضافة لعشرات الجرحى والمصابين، فضلا عن اعتقال نحو 300 فلسطيني. لكن الإصرار الشعبي وتصعيد الهبة نجح في إجبار الحكومة الصهيونية على التراجع عن قرار مصادرة الأراضي يومها، إلا أن الاحتلال ما زال إلى اليوم يحاول السيطرة واحتلال وتهويد تلك المناطق بطرق التفافية. وفي موازاة إحياء يوم الأرض بدأت فعاليات مسيرة العودة الكبرى التي تشكل حدثا فارقا في التاريخ الفلسطيني المعاصر، المتمثلة باعتصامات فلسطينية شعبية على الحدود الفلسطينية المحتلة وعند السياج الفاصل في غزة وفي مدن الضفة الغربية المحتلة، وكذلك في الشتات وكل مكان فيه وجود فلسطيني، للتأكيد على أحقية هذا الشعب بهذه الأرض. لكن الذكرى تأتي هذا العام على غير سابقاتها من الأعوام الماضية،
فالمشهد الفلسطيني يزداد ضبابية منذ أشهر توجه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني، فضلا عن حديث عن إعلان ما باتت تعرف بصفقة القرن بقيادة أمريكية ومعاونة غربية وبعض من الدول العربية لتغيير ملامح الصراع الفلسطيني العربي الصهيوني في ظل تخبط في أروقة السلطة الفلسطينية، وحديث عن استبدال أمريكي لرئيس السلطة محمود عباس، ومخططات تهدف لإلغاء حق عودة اللاجئين المتمثلة بسحب الدعم عن وكالة الأونروا. لكن وعلى الرغم من مرور 4 عقود وعامين على هذه الذكرى، يبقى إحياؤها إشارة إلى أن للأرض الفلسطينية صاحب لن يمل الدفاع عنها، وأن الأرض الفلسطينية ستبقى محور صراع مفتوح مع الاحتلال الصهيوني حتى تحرير كل شبر منها. تحية لكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إذن كما يرد في الأخبار العاجلة، استشهاد 4 فلسطينيين في هذه المواجهات أو مسيرات العودة، وإصابة المئات، وصل العدد تقريبا إلى 370 إصابة خلال الوقت القليل القصير حيث بدأت هذه الفعاليات حقيقة بعد صلاة الجمعة مباشرة. نحن نتحدث عن أعداد يمكن أن تزداد في الحقيقة، لأن هذا العدو المجرم لم يدرك أن الناس لم تعد باستطاعتها الجلوس لاجئة طيلة هذه الفترة، وأن الحق الفلسطيني يجب أن يعود. بالمناسبة، هذه الأرض الفلسطينية التي قاتلنا من أجلها أصبحت أغلى ثمنا وأكبر قيمة بالنسبة إلينا، لأنها تضم رفات شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا طيلة العقود الماضية، فكيف سنفرط بالأرض؟ يعني إذا كان الحديث عن بعض السماسرة الفلسطينيين هنا وهناك للأسف الشديد يمكن أن يفرطوا بأجزاء من الأرض المباركة، فإن هذه الحرمة تضاعف مرة بعد مرة عندما يكون في باطن هذه الأرض شهداء أصبحوا جزءا من هذه الأرض المباركة. على أي حال، دعونا نتابع هذه القضية ومع ما سيعرض بعد قليل أيضا في على الشاشة مباشرة من مدينة غزة. أرحب بضيوفي مرة أخرى، أستاذ زكريا أهلا وسهلا فيك، وأستاذ موسى أيضا في هذه التغطية. أستاذ زكريا، لعلك تلاحظ معنا وقد عشتم هذه الأحداث منذ أكثر من 40 عاما، أن يوم الأرض حين بدأ آنذاك كان رفضا فلسطينيا لاستيلاء الصهاينة على مزيد من أراضي الفلسطينيين في مناطقنا المحتلة عام 48، وأصبح الاستيلاء على الأرض محرما بالنسبة للصهاينة إلا إذا كان بالاغتصاب والإجبار من خلال بناء المستوطنات وإلى آخره. كيف تستذكر ذلك اليوم وتلك الذكريات التي مرت منذ 4 عقود حتى الآن على يوم الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، تحية إكبار وإجلال إلى الشعب الصامد على الثغور، ونترحم على شهدائنا ونسأل الله عز وجل أن يشفي جرحانا. الشعب الفلسطيني شعب معطاء منذ اللحظة الأولى، وهو يدفع ثمن حريته وثمن بقائه في هذه الأرض من الدماء ومن اللحم. طبعا أنا بتصور أنه مقولة الاحتلال والاحتلال منذ بدايته أن هذه أرض بلا شعب قد سقطت، وأن الكبار يموتون والصغار ينسون، هذه أيضا سقطت. لا شك أنه في تلك الحقبة كان الشعب الفلسطيني يعني قد مر عليه تقريبا يعني عقدين من الاحتلال، وفي حالة مزرية، يعني كانت تعتبر مصادرة الأراضي، وأراضي كثيرة صدرت واغتصبت من الشعب الفلسطيني بعد النكبة الأولى، كانت تعتبر هي يعني الثورة أو الشرارة الأولى في الصحوة في الوعي الفلسطيني بأن يثور ضد الاحتلال وأن يرفض هذه الممارسات. صدر من أرضه ما يقارب 1.5 مليون دنم تقريبا. الاعتداء كان واضح جدا، هي عملية تفريغ منطقة الجليل من الشعب الفلسطيني وإسكان اليهود، يعني هي كانت ادعاء أن هناك تطوير للجليل، هو ادعاء كاذب كعادة الاحتلال. الأصل كان منها تهويد المكان، وهو بعد كل هذه العقود لم يستطع أن يمنع الناس. يعني هذه الأجيال الشابة الآن كما نشاهد على الشاشة مباشرة من قطاع غزة، وكما يظهر الحدود الزائلة والناس قريبة جدا من هناك، والعدد من الشهداء الذين ارتقوا الآن بالإضافة إلى المصابين والجرحى، هم يعني كانوا على التماس مباشر مع الاحتلال الصهيوني. يعني نحن نتحدث عن عشرات الآلاف، ربما مئات الآلاف خرجت بهذه الصورة. والجميل في الموضوع أن الجماهير التي خرجت ليست فقط من تنظيم واحد أو حركة سياسية واحدة، بل هي تعبر عن مجموع الشعب الفلسطيني بمختلف مشاربه وتنظيماته السياسية، كما نشاهد هذه يعني في جزء من قطاع غزة. طبعا هناك نقل مباشر من أكثر من محافظة من الشمال حتى
حتى الجنوب حتى رفح. أستاذ موسى، يعني عندما نشاهد مثل هذه الصورة المباشرة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين يتوجهون صوب أقرب نقطة مع الاحتلال الصهيوني، على الرغم أن فوهات البنادق موجهة إلى صدورهم، لكن لا يخشون الموت، وتلاحظ أن لديهم إصرار عجيب على العودة إلى الأرض المحتلة، كيف تعلق على هذه الصورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية قبل أن أجابك على سؤالك، أريد أن أوجه تحية إلى نجوم اليوم، يوم الجمعة المباركة، الشهداء محمد كمال النجار، وحيد أبو سمور، محمود أبو معمر، ومحمد أبو عمر. وأنا أقول لهؤلاء الراحلون بأنكم إذ ترحلون فإنكم تخطون خطا واضحا لعودتنا ولتحرير أرضنا القريب إن شاء الله. هذه الجماهير تحتشد هذا اليوم في أكثر من مكان، وفي الخندق الأمامي غزة، وهم الذين يواجهون بصدورهم العارية هذا المحتل الغاشم، فإنهم يجتمعون في استفتاء شعبي عريض خلف خيار المقاومة. هذه الحاضنة التي أريد لها من خلال ثلاث حروب أن يدمروا هذه الحاضنة التي تحتضن المقاومة، هي الآن تجتمع مرة أخرى لتقول بأن هذا الشعب هو الرقم الصعب في الصراع، وأن هذا الشعب يعني يعانق أرضه، وأنه يهتف بصوت واحد بأني راجع إليك يا فلسطين. كل فلسطين من جنوب لبنان إلى أم الرشراش، ومن نهر الأردن إلى البحر المتوسط، هذه كلها هي أرضنا. الشعب الفلسطيني هو عصي على الكسر، هو شعب أبي، هو شعب يأبى النسيان، وهو يتوارث المقاومة من كابر إلى كابر، ومن جد إلى أب إلى حفيد. نعم، إذن الرهان على نسيان الشعب وتنازل وتفريطه بهذه الأرض، هذا رهان أصبح خاسرا في الحقيقة. إذن نتابع الآن كما يظهر في الشاشة هذه الآلاف من الجماهير، وأيضا الشهداء الذين ارتقوا خلال هذه المسيرات المباركة التي من المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات حتى 15 من آيار القادم، مايو القادم، حيث ذكرى النكبة في عامها 70. لا يمر شهر، بالكاد يمر شهر أو حتى يوم في العام بدون أن تكون هناك مناسبة ونستذكر فيها مأساة من مآسي شعب فلسطين في هذه الأرض المباركة. عن علاقة الإنسان بأرضه، وعلاقة الإنسان بأقصاه، وعلاقة الإنسان بقدسه، كيف نتحدث اليوم وقد ارتقى الشهداء دفاعا عن هذه القيم، دفاعا عن هذه الحروف القليلة التي تشكل كلمة أرض، وتشكل كلمة قدس، وتشكل كلمة أقصى؟ ماذا يعني لكم هذا في 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 نضالكم وجهادكم، وقد يعني قمتم بهذا خلال سنوات حياتكم الماضية في الأسر والجهاد والاعتقال؟ وهذا يعني فلسطين تاريخ، جغرافيا، عقيدة، دين. فلسطين بالنسبة لنا هي الحياة، يعني مهما قدمنا من الشهداء ومهما قدمنا من الدماء ومن الأسرى ومن الإبعاد، فهذا قليل على فلسطين. نعم. أنا في اعتقادي أن فلسطين هي موجودة في الوعي الفلسطيني وفي الثقافة الفلسطينية وفي جذور الفلسطينيين. لا يمكن للاحتلال أن يهزم هذا الشعب. نعم. شعب أبي على الانكسار. نعم. شعب يتطلع إلى حريته، وهذا من حقه. الدليل على ذلك أنه طوال هذه السنين 7 عقود هو يحاول أن يحدث ثغرة في وعي الشعب الفلسطيني، لم يستطع. الشعب الفلسطيني ما زال صامداً. المشاهد اليوم هي دليل، أكبر دليل على ما يعني يسطره الشعب الفلسطيني من صمود وتحدي. ارتباطنا في الأرض هو ارتباط تاريخي، جغرافي، عقائدي. أرضنا رويت بالدماء، رويت بالشهداء، تاريخنا كله موجود في هذه الأرض. اليوم الاحتلال واضح جداً، يعني يعتقد الاحتلال بأن توجيه اليوم أزينكوف وجنرالاته إلى الحدود هو عبارة عن حرب. يعني لأول مرة رئيس هيئة أركان يأتي بنفسه يشرف على ما يجري الآن في ثغور قطاع غزة، له دليل حقا على أن المسيرة من البداية انتصرت. أنا في اعتقادي أن المسيرة قد سطرت انتصارا منذ اللحظة الأولى لإعلانها، ودليل على ذلك ما أخذه الاحتلال من احتياطات. يعني أنت اليوم تعرف أن الاحتلال يعيش في أجواء بين قوسين ما يسمى بأعياده. نعم. ورغم هذه الأعياد التي هو يعكف عن أن يعمل شيئاً، هو اليوم مستنفر سياسياً، مستنفر عسكرياً، أمنياً. اليوم جنرالاته على رأس
الهرم من القيادة العسكرية هو موجود اليوم على طور غزة، والقيادة العسكرية السياسية موجودة الآن في وزارة الدفاع ليتابعون ما يحدث. نعم. يعني أنت يعني اليوم العجيب أن القوة العسكرية المتراكمة والمتنامية عند الاحتلال تقف أمام شعب أعزل لا يملك إلا كلمته، ولا يملك إلا حريته، ولا يملك إلا قراره وتصميمه على أنه سيعود إلى هذه الأرض إن شاء الله. قلت أكيد إن شاء الله. أستاذ موسى، نلاحظ أن هذا الاشتباك الذي يحصل الآن في غزة مع الاحتلال الصهيوني هو اشتباك يومي في القدس، اشتباك يومي، والتحذيرات اللي تفضل فيها الأستاذ زكريا ليست فقط في القدس في غزة كانت، إنما أيضا في القدس، وعملوا يعني عدة تجهيزات تحسبا لحدوث أي شيء في المدينة بالنسبة لهذا اليوم. عن طبيعة هذا الاشتباك اليومي مع الاحتلال الصهيوني، هل يمكن أن نتحدث عن ذلك؟ محاولات إفراغ المدينة من سكانها، كل الإجراءات التي يقوم بها، ومع ذلك الناس لا تزال مصرة على البقاء فيها. أخي، القدس تمر الآن، أو إذا يعني صح أن نقول بأنها تعيش في غرفة العناية المكثفة، وهي تعيش في هذه الغرفة، فإن المقدسيون يدركون واجبهم اتجاه هذه القضية، قضية المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو لب الصراع ما بين الحق والباطل، بين حركة صهيونية يعني تمتد لمشروع غربي في القلب العربي والمسلم، وبين المسلمون. المسلمون جزء منهم كبير ملهيون في مشاكلهم، وقد ألهوا في ساحات كثيرة في الوطن العربي الإسلامي، ولم يتبقى إلا المقدسيون أمام هذا العرمرم الصهيوني. ولكنهم الحمد لله من خلال أنا أقول خلال 4 سنوات ماضية قد فجروا 3 انتفاضات، كلها كانت عنوانها المسجد الأقصى والقدس. كان لدينا بعد حرق الطفل محمد أبو خضير انتفاضة، استمرت هذه الانتفاضة، ثم كان لدينا انتفاضة في أول أكتوبر 2015، وأيضا هذه الانتفاضة استمرت وأوجعت العدو، وبعد قرار ترامب هذا القرار الجائر أيضا انفجرت انتفاضة أخرى. المقدسيون يعرفون واجبهم تجاه هذه القضية، ولكن المقدسيون يا أخي، وهذه الانتفاضات تشكل مجرد فتيل. نعم. هذا الفتيل إذا لم يكن حوله برميل من البارود، هذا الفتيل سرعان ما يتضاءل ثم ينطفئ. مطلوب من الأمة العربية والإسلامية أن تتحول انتفاضة القدس إلى انتفاضة إسلامية. يعني حينما في 14 تموز من العام الماضي، حينما أقدم الصهاينة بعد تنفيذ بعض المجاهدين العملية في ساحات المسجد الأقصى وعلى بواباته بإغلاق بوابات المسجد الأقصى، فانتفض المقدسيون. وهذا الانتفاض أخي في القدس أدى إلى انتفاض الأمة وإلى مسيرات في مشارق الأرض ومغاربها، من ماليزيا وأندونيسيا إلى إسطنبول إلى مراكش إلى حتى دول أوروبية. نعم. لذلك هم الآن في وجه العاصفة، وهم الآن أمام هذا العرمرم الصهيوني، ولكنهم يحتاجون إلى مدد وإلى مساندة خلفية لعمق استراتيجي يدعمهم في ذلك. هم مستعدون دائما أن يكونوا الفتيل، وأن يكونوا الصائق الذي يفجر الصراع، خاصة في الآونة الأخيرة. ولكن على الأمة أن تكون جاهزة، خاصة في الآونة الأخيرة بعد قرار الأحمق ترامب الذي يعني اعتبر القدس عاصمة لدولة الاحتلال إسرائيل. إذن نتابع معكم هذه المشاهد إلى أقرب نقطة يتوجه الفلسطينيون، وللاطلاع أكثر على مجريات الأمور في مدينة غزة أو في قطاع غزة بصفة عامة، ينضم إلينا من هناك الزميل أحمد أقداح. أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد، المصادر تفيد باستشهاد 5 من الشباب وإصابة وجرح المئات حتى الآن، أرجو أن تضعنا في ضوء تطورات الأحداث خلال الساعة الماضية. بالتأكيد 5 شهداء حسب ما أعلنته وزارة الصحة قبل قليل في مدينة غزة هم من الشباب الذين كانوا موجودين بالقرب من خيام العودة التي نصبت على طول الحدود شرق المحافظات التابعة لقطاع غزة. على أي حال، جميع الإصابات قامت جنود باستهدافهم بالرصاص الحي المباشر، أدى إلى قتلهم 360 إصابة جلهم بالرصاص الحي في الأقدام أو في المناطق العلوية للجسد. حاليا أكثر يعني نتحدث عن عشرات الآلاف من المواطنين الغزيين لأول مرة على تاريخ فلسطين منذ 70 عاما يتوجه هذا الكم الكبير من المواطنين باتجاه مظاهرات سلمية باتجاه الحدود يوم الأرض للتعبير عن الغضب بقرار ترامب، وكذلك دعما للقدس ورفضا للحصار وقدسية حق العودة، رفض الخنوع لهذه القرارات ترامب
ووقف قرارات عودة اللاجئين. هذه الوقفات، هذه المظاهرات التي هي كما نحن شاهدناها عن قرب. الملاحظ زميل أحمد أن هذه المسيرات تضم، اولا هي تخرج من كافه محافظات قطاع غزه يعني الى كل مناطق الحدود، ثانيا نلاحظ ان فيها كافه شرائح المجتمع، يعني النساء خرجت والشباب وحتى الاطفال رايناهم في كثير من الفيديوهات والصور بجانب كبار السن، والملاحظ ايضا ان هناك قيادات وازنه وكبيره من الفصائل الفلسطينيه كانت على راس هذه المسيرات. بالتأكيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس وكذلك يحيى الصنوار رئيس حماس غزة كانوا في مقدمة المشاركين في هذه المسيرات، قيادات الصف الأول في الفصائل الوطنية والإسلامية أيضا تقدموا مع المشاركين باتجاه السلك الفاصل لتعبير عن مشاركة القيادات الفلسطينية، وهذا الكم الكبير من الشارع الفلسطيني في مسيرات وضحت الرسالة الأولى والأخيرة منها أن حق العودة حق ثابت لا تنازل عليه مهما حاول الاحتلال قمص هذه القضية أو استحداث بدائل كما روجت في سيناء أو ما شابه ذلك. هذا كله مرفوض عند الشارع الفلسطيني، نتحدث عن عشرات الآلاف من 2 مليون فلسطيني، عدد من 2 مليون أطفال لا يستطيعون الخروج وعدد من كبار السن لا يستطيعون الخروج، عشرات الآلاف، يعني نتحدث عن حجم كبير في كل مناطق قطاع غزة خرجوا للتعبير عن القضية الأهم هي قضية اللاجئين أن لا تنازل. أيضا قضية القدس كانت مقدمة هذا الحشد. أين يتركز العدوان على شعبنا الآن؟ يعني أين ارتقى الشهداء؟ وهل ما تزال قوات الاحتلال تطلق النيران وقنابل الغاز على المعتصمين أو على هذه المسيرات؟ بالتأكيد هناك محاصرين أيضا مصابين في مناطق قطنية يمنع الاحتلال دخول القيادة الإسعاف. المصابين أو الشهداء ارتقوا في رفح وفي شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة وشرق خان يونس، كان اكثر فظاعة لجريمة الاحتلال باتجاه الشهداء الخمسة عندما قصف الاحتلال المزرعية فجر هذا اليوم، مزارعين كانوا براضيهم الزراعية يحصدون محصول زراعي لبيعه في ساعات فجر الجمعة، قامت قوات الاحتلال مبادرتهم اعدمت احدهم وهو شهيد من عائلة سمورة. بالتالي الشهداء يتركزون في المناطق الحدودية، هم ليس من سكان السعودية ولكن اربعة منهم من المشاركين الذين ذهبوا الى خيام، هم ليسوا او ايضا هم لم يقتربوا الى السياج الفاصل، هم موجودين قرب الخيام لكن هم متلقين الاعتداء وصل الى منطقه الخيام او الى منطقه المسيرات السلبيه. نعم، كيف تقدر او تقيم حجم المشاركه حتى اللحظه احمد؟ بالتاكيد يعني هم في بالعدد الاكثر، هم عدد كبير، يعني نتحدث عن عشرات الاف ليس بالعدد الصغير. لا نستطيع مثلا ان نذكر عدد معين ولكن نعم. اعداد ضخمه وكبيره هي التي وصلت للسياج. نعم، اشكرك الزميل احمد قديح، يعني الزميل الصحفي من مدينه غزه، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. اذا كما نلاحظ استاذ زكريا يعني عدد من الشهداء والجرحى ايضا حتى اللحظه، وربما الامور مرشحه الى الزياده كما عودنا الاحتلال في عدوانه الغاشم. ما الذي يريده شعبنا الفلسطيني في ضوء المعطيات السياسية الحالية؟ قرار ترامب، انحياز أمريكي، ليس انحياز فقط فاضح إنما نتحدث عن موقف أمريكي مطابق تماما للموقف الصهيوني، انشغال عربي في قضايا كثيرة، والشعب الفلسطيني يواجه بأظافره وأسنانه هذه المؤامرة الكبيرة الآن على قدسه ومقدساته وأرضه. ما الخطوات العملية التي يمكن أن يتخذها الشعب ولعل هذه واحدة منها لكسر هذه المؤامرة؟ الحقيقة خطوات ترامب يعني لم تكن جديدة، يعني الإدارة الأمريكية على مدار يعني المشروع الصهيوني وتؤيده، ولكن هذا الرجل يعني هو رجل عصابة واضح جدا، يعني مافيا يتعامل مع الأمور بشكل رجال العصابات، عندما يأخذ أتوات من السعودية ومن الإمارات ومن دول الخليج، هذا دليل على أنه يعني عرف أن قد الأمور قد استوت على النظام الرسمي العربي، والانشغال يعني الموجود اليوم في العالم العربي واضح جدا يعني على مستوى رسمي انتهى. نعم. يعني ويوجد رئيس عصابة على مستوى قوة عالمية هو يجبي منهم الأتوات كما يشاء.
يعني حتى طريقة التعامل معهم مع الزعماء خاصة مع ابن سلمان كانت طريقة يعني مهينة مذلة. البيت الأبيض يحمل لافتة وفيها الأسلحة والمطلوب من الشعب الفلسطيني الآن يعني أن يتحرك باتجاه كسر هذه المؤامرة الأمريكية الصهيونية. أنا بتصور إنه شعبنا الفلسطيني شعب معطاء اليوم، يعني في حالة اللي هي للأسف يعني الحالة الفوضوية الموجودة في العالم العربي وخاصة في ظل الطوق وخاصة التراجع الرسمي العمق للشعب ما زال موجود. الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني قادر على أن يبدع بأساليب المقاومة. نعم. أنا أعتقد أنه يجب على الشعب الفلسطيني أن يوسع جغرافية المقاومة. يعني أن لا تكون بس على حدود غزة. اليوم عندنا الضفة الغربية، عندنا القدس. حقيقة أنه اليوم مطالب الشعب الفلسطيني أن يستخدم أدواته، استخدمها في الانتفاضة الأولى واستطاع أن يعني يثبت أن هذا الاحتلال احتلال هزيل. أنا أعتقد أنه المسيرات هذه يعني واضح جداً. نعم. أنها تؤتي أكلها بدليل على أنه الاحتلال يقوم بكل ما أوتي من قوة بالتجهيز عسكرياً وسياسياً، يلجأ إلى مجلس الأمن ويلجأ إلى العالم لمنع هذه المسيرات. فهذا دليل على أنه فعلاً هذه المسيرات وهذه المواقف تزعزع من الكيان وتقول للعالم أنه غير شرعي وأن لنا حق العودة. شعبنا ظلم كثيرا. نعم. من حقه أن يقاوم بكل ما أوتي وبكل. نعم. وبكل الوسائل. الجغرافيا، جغرافيا المقاومة، أنا أدعو الشعب الفلسطيني أن تتسع. نعم. سواء في داخل فلسطين أو خارجه، لأنه هذا من حقه الطبيعة أن يقاوم وأن يعود إلى أرضه. وهذه هي الطريقة الوحيدة أن نقوم نحن كشعب فلسطيني متحد متكامل بأن نرد هذا العدوان وأن نعود إن شاء الله إلى أقصانا وإلى قدسنا. أستاذ موسى، يعني مع الأسف الشديد رغم كل ما يحيط بالقضية الفلسطينية إلا أن القضية تمر في أسوأ مراحلها من خلال انقسام حاد وآخرها طبعا كان حديث أبو مازن عن عدم مصالحة وكذا إلى آخره، ورغم ذلك الناس تخرج اليوم تقول للفصائل توحدي من أجل القدس، توحدي من أجل استعادة الأرض، توحدي من أجل العودة إلى آخره. هل تتوقع أن تستجيب القيادة السياسية في مختلف الفصائل لنداء الشعب في هذه المسيرات الشهداء الذين يرتقون الآن، يعني هم يحاولون أن يوحدوا قياداتنا بدمائهم؟ أنا لا أتوقع بصراحة من تيار أبو مازن. نعم. الذي حول الوطن إلى شركة مساهمة محدودة، هذه الشركة الأسهم فيها لأبنائه وأصدقائه ورؤساء الأجهزة الأمنية والذين يتعاطون مع المخابرات الصهيونية، أنا لا أتوقع من هذه السلطة الفلسطينية الإدارية شركة المساهمة المحدودة أن يكون لديها أي اتجاه وطني. فقد يعني تعرت من كل ما كانت تتقنع به خلال السنوات الماضية، وخاصة بعد خطاب أبو مازن الذي يعني كان عنوانه الصرم. ويعني إذا أبو عمار رحمة الله عليه ونحن كنا نختلف معه بأنه أدخل الشعب الفلسطيني إلى هذا المسار إلا أنه قد حوصر وكان يرفع شعار للقدس رايحين شهداء بالملايين ومات مسمما. هذا الرجل الآن الموجود في رام الله يعني يبدو أنه يريد أن يختم حياته، وهذا الرجل أخي مصاب بالسرطان يريد أن يختم حياته بالصرامي، فليذهب مع الصرامي إلى الجحيم. أنا أقول الشعب الفلسطيني اليوم استفتى على خيار المقاومة، الذين نادوا إلى هذه الحشود هي تيارات المقاومة، وهذه أخي هم يتحدثون عن المقاومة الشعبية، تفضلوا هذه مقاومة شعبية، هذه ليست مقاومة مسلحة، تفضلوا انخرطوا فيها. يا أخي اليوم هناك اعتقالات تسعة من الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية تم اعتقالاتهم القوات الأجهزة الأمنية وأودعتهم إلى السجون وعذبتهم لصالح من هذا؟ وأنت تقول لي بأنك ستقف أمام التيار وأمام يعني بتسب لي على فريدمان يعني السفير الأمريكي في تل أبيب، يعني بدك تعمل علينا دونكشوت وبدك تعمل علينا بطولات وتفرد علينا. تفضل يا سيدي، أنت الآن غير شريك في صفقة القرن، تفضل يا أخي صالح أبناء شعبك، تفضل فليكن لك سهما في آخر حياتك وأرفع الحصار عن غزة. الذي يحاصر غزة الآن هو أبو مازن وزمرته في رام الله. أنا أقول بأنه لطالما أن هذه الشركة الموجودة في رام الله شركة المساهمة المحدودة، هذه السلطة الإدارية التي تبقى. نعم. بعد الاحتلال لن يكون هناك فرص للمصالحة، فلا نضحك على أنفسنا. نعم. إذن المطلوب هو يعني الأفعال وليس الأقوال من أجل تحقيق وحدة فلسطينية حقيقية، نأمل أن تتحقق إن شاء الله قريبا. معنا الآن عبر الخط الهاتفي الأستاذ زياد العلولي المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج. أستاذ زياد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. فلسطينيون الخارج إنجاز التعبير هم القنبلة الموقوتة في مواجهة العدو الصهيوني، لأن الوضع لن يهدأ يوما ما إلا بعودة هؤلاء إلى أرضهم. وقد اقترحنا على الاحتلال منذ زمن أن يعود المحتلون إلى حيث جاءوا، ويعود الفلسطينيون إلى أرضهم التي امتلكوها على مدار مئات السنين. هذه القنبلة الموقوتة تتحرك وهي تكبر، وهي تتعاظم قوتها من خلال بعض الأجسام التي تقود هذا الشتات الفلسطيني، مثل ما نتحدث عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج. وكان عندكم إطلاق لدورة يوم الأرض هذه المرة بمناسبة مسيرات العودة الكبرى. ماذا يفعل الفلسطينيون في هذه الذكرى وفي غيرها من أجل العودة؟ وبداية نحن جزء من الشعب الفلسطيني، وفلسطين الخارج يمثلون أكثر من 50% من الشعب الفلسطيني، وهم متمسكون بحق العودة. وفي هذا اليوم الذي يشهد تحول كبير في سبل النضال مع هذا المحتل، مسيرة العودة الكبرى وهي خطوة استراتيجية في تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين وضمن المواثيق والقرارات الدولية. نحن اليوم من بيروت يعقد اجتماع طارئ وعاجل بقيادة الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لنؤكد دعمنا ووقوفنا إلى جانب شعبنا الفلسطيني في الداخل الفلسطيني، في غزة، في القدس، في الضفة الغربية. نحن جزء من هذا الشعب، نحن متواجدون على مخربة من مخيمات اللاجئين في لبنان، والتي تعاني منذ 70 عام ويلات ومآسي اللجوء. نحن نؤكد حقنا وتمسكنا بالعودة، ونمارس دورنا في الخارج لدعم وتعزيز صمود الداخل، وأيضا نعمل ما نستطيع عمله في عودة اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق قرارات الشرعية الدولية. ونقول أنه بعد 70 عام آن الأوان أن تتخذ المنظومة الدولية والمجتمع الدولي موقف عادل بحق الشعب الفلسطيني. ونحن نتحدث عن قرارات أقرت قبل 70 عام ولم تنفذ إلى الآن. طيب، كيف يمكن أن يشكل الفلسطينيون في الخارج عامل ضغط على يعني على الأمريكان، على العالم الذي كما قلنا في بداية اللقاء يتحدث أو نحن نتحدث عن انحياز أمريكي واضح ومطابقة في المواقف مع دولة الاحتلال؟ هل لديكم العديد من الإجراءات والفعاليات من أجل الضغط في هذا الموضوع؟ نحن دورنا مكمل لأدوار التي تتخذها شرائح الشعب الفلسطيني، سواء الموجودة في داخل فلسطين أو في خارجها. دورنا أن نعمل على تغيير المزاج العام الشعبي الغربي، وأيضا أن نقدم الرواية الفلسطينية إلى المجتمعات الدولية عبر طرق عديدة، سواء كان هناك حراك سياسي في البرلمانات الغربية والتي أدت إلى أن يكون هناك مئات البرلمانيين الأوروبيين ومن حتى من أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية المناصرين لقضية فلسطين. هذا تم بعد التواصل معهم عبر السنوات الماضية، وهناك حراك أيضا في الجامعات الأوروبية، وهناك حراك أيضا كما تشهد اليوم بعض مدن أوروبا مظاهرات واعتصامات. إذن كل هذه الفعاليات هي تحاول بطريقة ما أن توصل صوتنا للعالم وتزيد من الحشد الدولي، لأن حتى تغيير المواقف الأوروبية التي بدت واضحة في السنوات الماضية هذا تم بعد أن وجد حراك سياسي وحراك شعبي وحراك قانوني، وفي أروقة الأمم المتحدة، في جنيف، منظمة حقوق الإنسان، في البرلمانات الغربية معظمها، يعني شبه أسبوعيا يوجد هناك حراك في برلمان غربي. كل هذا يؤدي إلى إيصال رسالة الشعب الفلسطيني، ونحن نقول أننا صوت فلسطين الداخل أيضا. يعني فلسطين الداخل عندما يصرخ وعندما يتألم نتيجة الاحتلال ونتيجة جرائم الاحتلال، نحن نشكل الرئة التي يتنفس منها، نستطيع أن نتواصل مع مؤسسات المجتمع الدولي، مؤسسات المجتمع المدني، مع مناصري القضية الفلسطينية سواء عرب أو مسلمين أو غربيين، وهذا دورنا كفلسطينيين الخارج. نعم.
أشكرك أستاذ زياد العلول المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بيروت حيث يعقد هناك أو يعقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج دورة يوم الأرض، وهو طبعا لقاء يعني عاجل كما تفضل الأستاذ، من أجل أن يشارك الفلسطينيون في كل مكان بهذه المناسبة، والتي كما قلنا أنها لا تأتي بشكل عفوي ولا تأتي بشكل مؤقت، إنما ستستمر حتى منتصف شهر أيار مايو القادم، حيث ذكرى أو سبعينية النكبة، مرور 70 عام على احتلال فلسطين وإعلان قيام دولة إسرائيل في 15 مايو لعام 1948، كان يوما أسود أستاذ زكريا، ذلك اليوم الذي أعلن فيه الاحتلال قيام دولة إسرائيل، ونحن الآن في الشعب الفلسطيني لا يزال يقاتل منذ ذلك التاريخ ومن قبله حتى هذه اللحظة من أجل أن يعود إلى بلاده. ما الذي يحتاج شعبنا الفلسطيني من أمتنا العربية والإسلامية اليوم في مواجهته مع الاحتلال؟ في الحقيقة أنه الشعب الفلسطيني يحتاج من الشعوب العربية والإسلامية أن تكون عند مسؤولياتها. نحن على المستوى الرسمي قد غسلنا أيدينا ونعلم أن اليوم المستوى الرسمي لن ينفع ولن يستطيع أن يفعل شيئاً. الشعوب ما زالت حية ثائرة، هي تدفع ثمن، يعني الحالة التي تعيش فيها الأمة من الفوضى هي واقعة حقيقية من أجل فلسطين والقدس، يعني حتى لو جينا نحاول أن نعطي أي مسميات في النهاية هو ما يدفعه الشعب العربي اليوم والإسلامي هو الانتماء عقائديا لهذا المكان، بوصلته التي توجه لهذا المكان. نقول لهذا الشعب أن يبقى في مواقعه لدعم القضية الفلسطينية، دعم الشعب الفلسطيني، وأن تكون بوصلته نحو القدس. نعم، وهذا مطلوب حقيقة من الشعب اليوم، يعني رغم أنهم يحاولوا إلهاءه بمشاكلهم الداخلية إلا أن شعوبنا حية ما زالت حية، والدليل على ذلك أن نبض الأمة اتجاه فلسطين واتجاه القدس نشاهده من خلال المسيرات. أنا إلي حقيقة 4 رسائل أريد أن أوجهها، يعني إن كان في هذا المكان يعني متسع. الرسالة الأولى إلى المجتمع الغربي وإلى الأمريكا بالذات وعلى رأسها ترامب، كفاكم دعما للظلم، كفاكم مساندة للظالم، فهذه ستنعكس وسترتد عليكم، يعني وسيأتي اليوم الذي تذهب القوة، القوي لن يبقى قويا والضعيف لن يبقى ضعيفا. رسالتي حقيقة إلى الأمة العربية شعوبا وقادة، القادة نحن لا نريدكم، كفى سرقة بمقدرات الأمة، اذهبوا بما سرقتموه، لا نريدكم. نقول للشعوب أنت شعوب حية، دفعت الثمن وما زلت تدفعين الثمن، ابقي على العهد بأن تتخلصي من هذه الرموز الفانية التي أهلكت وأنهكت الأمة. ورسالتي إلى الشعب الفلسطيني حقيقة على المستوى الرسمي أقول لهم، خاصة إلى سلطة رام الله، كفاكم سرقة لهذه القضية ولهذا الشعب، فاذهبوا بما سرقتم إلى الخارج ودعونا نحن نقاوم الاحتلال. شعب الفلسطيني مطالب اليوم بأن يتوحد، بأن يكون على قلب رجل واحد. حقيقة الشعب الفلسطيني سطر البطولات وما زال يسطر، وهو قادر على أن يعمل ويقف أمام هذا الاحتلال الظالم، وهو على قادر كشعب واحد أن يقوم بما لا يستطيع أن تقوم به الأنظمة اليوم. الأنظمة اليوم قد احترأت، شعبنا مطالب بالوحدة، مطالب أن يكون على قلب رجل واحد. المسيرات الآن على قطاع غزة يجب أن تنعكس على الضفة الغربية، على القدس، في كل الأماكن وفي كل الثغرات حتى في الداخل. شعبنا معطاء قوي، يعني من قدم الشهداء يوم الأرض يستطيع أن يقدمهم اليوم. نحن بدمائنا وبلحومنا نستطيع أن نعمل المعجزات، وهذا أكبر دليل يعني واضح على أن المسيرة ما زالت 7 عقود ونحن منواجه هذا بلا شك. طبعا وخاصة أستاذ موسى أن يعني الآن الاشتباك مع الاحتلال يتم في مربع يزعج الاحتلال أو لا يجيد الاحتلال التعامل معه، عندما يتعامل مع قوة شعبية جماهيرية كبيرة تخرج بشكل سلمي، وهذا طبعا احنا بنعرف ماذا حصل في انتفاضة الحجارة عام 87 وكيف واجه الاحتلال من مسافة الصفر شعبنا الفلسطيني، لولا انه بعض الفلسطينيين تآمروا وذهبوا لاتفاقية سلام مؤسفة. الآن الاحتلال يواجه هذه المشكلة مرة أخرى، يواجه جماهير عزلة ويقوم بالاشتباك معها ونلاحظ ما يقوم بفعله. هل يعني من خلال اطلاعكم على الشأن الصهيوني وطريقة معاملة الاحتلال مع مثل هذه الحوادث،
كيف تتوقع أن يتعامل الاحتلال الآن مع هذه المسيرات؟ يعني الاحتلال الصهيوني معروف عنه أنه رعونة. وهنا أريد أن أذكر في حينما اندلعت انتفاضة الأقصى عام 2000، كان رئيس الاستخبارات الجيش الصهيوني قال نحن أطلقنا على الفلسطينيون مليون طلقة في الأسبوعين الأولين للانتفاضة الأقصى. مليون طلقة أطلقوا في الوقت الذي كان الشعب الفلسطيني يواجههم بالحجارة. حتى في أخي في انتفاضة الأقصى حينما تطورت يعني متأخر، يعني في 2002 و2003 بدأت اللي هي عمليات العسكرية، وأصبح هناك الاستشهاديين، وأصبح هناك معركة جنين، والجدار أو ما يسمى بعملية الجدار اللي قامت فيها إسرائيل ومحاصرة ياسر عرفات كانت متأخرة. في الثلاث أعوام هذه أخي إسرائيل كانت تواجه حركة شعبية سلمية إلى حد ما، مواجهة بالصدور العارية، وهم لا ينكرون بأنهم أطلقوا مليون رصاصة على الفلسطينيين. لذلك نحن لا نتفاجأ من رعونة إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، وكذلك في انتفاضة الحجارة، وكذلك مواجهتهم اليومية في القدس وفي المسجد الأقصى. الرعونة بادية للعيان لكل العالم للملأ، ولكن نحن ما نريده من أمتنا، وأنتم تشاهدون هذه المشاهد، الاعتداء على النساء المرابطات واعتقال أطفال. أخي أول أمس كان هناك اعتقال لطفل عمره 3 سنوات. هذه الرعونة، ما هو موقف العربي منها؟ أين الشعوب العربية من هذه الرعونة؟ أين الأنظمة العربية؟ نحن نقول بأن الحكومة الإسرائيلية يحكمها الليكود الصهيوني المتطرف اليميني، البيت الأبيض يحكمه الليكود الصهيوني المتطرف اليميني، وبعض الأنظمة العربية هي أجندتها ليكودية للأسف الشديد. إذن على الشعوب العربية أن تنتفض لتنال حقوقها وحرياتها. نحن ننادي إلى ربيع عربي متجدد. هذا الربيع العربي هو الذي يؤرق ويقلق إسرائيل، لأن القضية الفلسطينية ليس قضية الفلسطينيين وحده. نعم. الشعوب العربية مطلوب منها أن تكون فلسطينية. طيب، في موضوع الاحتلال أيضا، يعني إحنا كنا ناقشنا من قبل كيف الاحتلال يفكر بمعالجة أو بالتصدي لهذه المسيرات. مرة قالوا نلقي عليهم بطائرات خاصة أدوية وعلاجات، ومرة أخرى قالوا لا، يعني نطلق سراح بعض الأسرى من سجون الاحتلال، وآخر اقتراح ثالث. طريقة التفكير يبدو أن الاحتلال لا يتعلم من أخطائه، يعني هو تقديم الرشاوى للشعب الفلسطيني لا يجد. بالضبط. نعم. الشعب الفلسطيني يريد حريته. الشعب الفلسطيني مستعد أن يبذل الدم والنفس والغالي من أجل هذه القضية. أنت تريد، يعني كان هناك في إحدى الصحف الإسرائيلية يقولون سنرمي عليهم حقائب من الطعام. كأن الشعب الفلسطيني يعني يربط من معدته. يعني الشعب الفلسطيني يريد أن ينال حريته، وهو مستعد أن يقدم الغالي. يعني الشعب الفلسطيني أخي في الحروب الإسرائيلية يعني ألقوا عليه الفسفور الأبيض. الشعب الفلسطيني في الثلاث حروب على غزة أخي كان مقدار المادة المتفجرة التي ألقت على قطاع غزة 3 قنابل نووية من التي ألقيت على هيروشيما. نعم. الشعب الفلسطيني هو أبي يأبى الانكسار، يريد حريته، وكل هذه الحيل يعني هم يبدو أنهم يخاطبون شعبا آخرا في كوكب آخر. نعم، أشكرك. أستاذ زكريا، شارون كما يصفونه آخر ملوك إسرائيل يعني من الجيل القديم، كان يقول دائما أن السارين في غزة مثل تل أبيب، وأن بعض مستوطنات غزة في قيمتها مثل المدن الفلسطينية المحتلة داخل إسرائيل. ومع ذلك هو صاحب قرار الانسحاب من غزة عام 2005، أخلوا المستوطنات وانسحب جيش الاحتلال من طرف واحد، ودخل الفلسطينيين وعادت هذه الأملاك إلى أصحابها ووزعت على أصحابها الأصليين، وكانت محتلة طبعا من 40 سنة تقريبا. رفع تكلفة الاحتلال هذا هو ديدن الفلسطيني، وخاصة على الحدود الآن مع قطاع غزة. هل تتوقع شيء من هذا النوع يوما ما، أنه الاحتلال الآن بالنسبة لهذه الحدود الشريط مع قطاع غزة أصبح مكلف وجوده هناك، أنفاق عمليات مقاومة إلى آخره؟ يعني الجندي الإسرائيلي لم يعد آمن وهو في يعني قلعته العسكرية. سأعود أتطرق لقضية اللي هو العقلية العسكرية الإسرائيلية. نعم. والقيادة الإسرائيلية ما كيف كانت وما هي اليوم. زي ما تفضلت، شارون كان الملك وهو كان آخر القيادات العسكرية التي أسست وبنت هذا الكيان المحتل. يعني تسيبي ليفني قالت لنتنياهو بكل وضوح، قالت له أنت سيدي، أنت لست زعيما، أنت رئيس وزراء، هذا دليل على أنه انتهت الزعامات عندهم. فزعيم كشارون بمكانته وبما فعله بالعرب عندما يخرج من غزة والآخرية، هذا أكبر دليل
على أنه العدو الصهيوني لا ينفع منفعه إلا القوة وهو يتراجع. نعم اليوم المجتمع الإسرائيلي رغم أنه يميني متطرف إلا أنه اليوم يعني يهتم إلى كرسيه السياسي، يهتم المشاكل عندهم يعني تحدث ولا حرج في قضية الفضائح وإلى آخره. أنا في تقديري أنه اليوم المجتمع الإسرائيلي رغم كل هذا للأسف التأييد العالمي والتأييد من المنافقين الموجودين بيننا نحن، إلا أنه مجتمع يتراجع، وتراجع رشارون عن مقولته أن غزة مثل غزل أبيب والآخر نتسريم هذا انتهت، وهذا حقيقة يعني موجود اليوم في الفكر السياسي الإسرائيلي. واليوم أكثر الجنرالات اليوم الأجهزة الأمنية بتقول أنه لازم يكون هناك في حل، يعني ما رغم كل ما يتحدثون عن أو ما يفعلونه على الأرض إلا أنهم في حقيقة الأمر يعرفوا أنهم إلى النهاية. يعني أنا في تقديري أنه ممكن جداً أنه إحنا يعني اللي نحطم كل الأمال، وهذا نستطيعه وعملناه على الأرض الواقع. قضية قهر العدو وهزيمته ستكون بإذن الله في ثقافة الشعب الفلسطيني. أشكرك أستاذ زكريا، لم يتبقى معنا وقت. شكرا لك أستاذ زكريا نجيب المختص في الشأن المقدسي، كما أشكر أستاذ موسى العكال الكاتب والمحلل السياسي. شاكرا ضيوفي الكرام أو شاكرا أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وأشكر شعبي الفلسطيني العظيم المعطاء الذي يتحدى ويشترك من مسافة الصفر. إذا الشعب يوما أراد الحياة وشاء الإله استجاب القدر، فلا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. إلى لقاء في القدس الشريف، السلام عليكم ورحمة الله.